الطريق المزدوجة اللي تربط ما بين تيسمشيلت وعين الدفلة، كان 17 كيلومتر اللي راها في طور اللي راها مستعملة حاليا، وسنقوم إن شاء الله بنشوفوا كيفاش نسجلوا واحد، ربما في البداية اجتناب مدينة خميستي والعيون في المرحلة الأولى. ندعمكم كل الدعم من طرفي، ونعتبر بأنه من أولويات لهذه المنطقة ولهذه الولاية. تسمشيلت وبوغزول بدينا اليوم في بدينا برحلة التجريبية.